بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة على موقع RFI راديو فرنسا انترناسيونال. اليوم نتكلم عن راديو فرنسا الدولي. L'Afrique du Sud dans l'embarras depuis le mandat de la CPI contre Vladimir Poutine. إذا l'Afrique du Sud dans l'embarras, إذا نتكلم عن إفريقيا الجنوبية dans l'embarras. في اضطراب. أنها في حالة اضطراب. Depuis le mandat de la CPI. إذن منذ مذكرة التوقيف de la CPI نقصد هنا depuis le mandat de la Cour pénale internationale إذن نتكلم عن المحكمة الجنائية الدولية contre Vladimir Poutine ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سنرى هذا الوضع المحرج الذي تقع في جنوب إفريقيا طبعا بسبب زيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى هذه الدولة. إذن l'Afrique du Sud dans l'embarras depuis le mandat de la CPI contre Vladimir Poutine. إذن عندنا هنا l'Afrique du Sud est inquiète depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine car Pretoria, proche de Moscou, et qui refuse de condamner la guerre en Ukraine compte accueillir le président russe lors du sommet de BRICS fin août. Mais s'il venait à mettre les pieds en Afrique du Sud, les autorités auraient pour obligation de l'arrêter. Le pays est signataire du statut de Rome. Et de l'Afrique du Sud est inquiète. Et de notre climat, j'ai l'impression que l'Afrique est une qualité inquiète. Et de notre climat, j'ai l'impression que l'Afrique est une qualité مؤنث نقول هنا انكيت في المذكر نقول انكي يعني قلق. احيانا نتكلم عن الفيرب سانكيتي يعني فعل كما نتكلم عن فعل قلقه. لافريك دي سود اي تانكيت اذا افريقيا الجنوبيه انها قلقه دوبوي كو منذ ان لا كور بينال انترناسيونال منذ ان المحكمه الجنائيه الدوليه ايمي بتت او انها نشرت un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. هي قلقة منذ أن بتت أو أرسلت أو نشرت محكمة الجنائية الدولية un mandat. نشرت مذكرة داعي مذكرة توقيف international يعني دولية contre Vladimir Poutine ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. عادة كلمة mandat يعني تفويض. نتكلم عن تفويض. أحيانا نتكلم عن le mandat. إذا نتكلم عن لو موندو كما نلاحظ هنا موندو أكت باغ لوكال إن بيغسون. إذا نتكلم عن فعل الذي من خلاله شخص ما إذا نسميه موندو مفوض دون أين نوتر أنه يعطي لآخر المقصود أنه يعطي لشخص آخر ستادير كيل دون أين نوتر بيغسون أنه يعطي لشخص آخر. ماذا نسميه؟ نسميه مونداتير كما نقول مفوض له. يعطي ماذا؟ يعطي لو بوفوار دو فير كلكو شوز انه يعطي السلطه ليقوم بشيء ما اون سونو باسمه تيفوض له واحد الامر باش يقوم به ولكن بالاسم ديال المفوض الشخص اللي تيعطي التفويض. اذا نقول مثلا دوني اموندا ا كلكان دو بلس انفينيتيف دو فير كلكو شوز باغ اكزومبل ليقوم بشيء ما كمثال باغ اكزومبل دو سيني ا سا بلاس لكي يوقع مكانه مثلا دو ترونسبورتي لارجون ا سا بلاس ليحمل النقود مكانه. اذا نتكلم هنا عن فعل الانفينيتيف انه يكون غير مصرف. لماذا سيكون غير مصرف؟ لانه ببساطه ياتي بعد دو. كل الافعال التي تاتي بعد دو كما ذكرنا فيما سبق انها لا تصرف. باغ لوكال اون بيرسون موندون كي سابيل موندون دون ا اون اوتر بيرسون انه يعطي لشخص اخر qui s'appelle mandataire, le pouvoir de faire quelque chose. Le pouvoir de faire quelque chose en son nom. يعني يعطي سلطة القيام بشيء ما en son nom باسمه. أنه تمثله في القيام بأمر ما. إذا طبعا كما قلنا الآن بأن كلمة mandat أن في العادة تعني تفويض. ولكن هنا طبعا تأتي بمعنى آخر أنها تعني مذكرة. كما نقول تفويض. إذا نتكلم هنا عن المحكمة أنها نشرت تفويضا كما نقول أنها نشرت تفويضا لدول أخرى لتقوم بمكانها لسلطات أخرى بدول أخرى
لتقوم بهذه المهمة مكانها لاعتقال مثلا الرئيس الروسي. إذن هي نشرت مذكرة اعتقال أو مذكرة توقيف كما عندنا هنا أموند داغي انترناسيونال عالمية أو دولية كونت فلاديمير بوتين ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كبريتوريا لأن بريتوريا لأن جنوب إفريقيا. طبعا نتكلم عن بريتوريا هذه العاصمة ديال جنوب إفريقيا بدل أن الكاتب يشير إلى جنوب إفريقيا إذن هو ذكر العاصمة السياسية للدولة كبريتوريا بروش دو موسكو لأن بريتوريا المقصود هنا لأن جنوب إفريقيا بروش دو موسكو القريبة من موسكو قريبة من روسيا من آخر كي غوفيز دو كونداني لا غير اون اوكران والتي ترفض طبعا نتكلم هنا على لوفيرب غوفيزي كي غوفيز والتي ترفض دو كونداني لا غير اون اوكران والتي ترفض ترفض ماذا دو كونداني ترفض ان تدين اذا هي ما بغاتش تقوم بشي ادانه لادانه الحرب كي غوفيز دو كونداني لا غير اون اوكران والتي ترفض ادانه الحرب باوكرانيا لان لبشتا ادانت هاد الحرب بمعنى اخر ستدين الهجوم الروسي. اذا نتكلم هنا عن جنوب افريقيا بروج دو موسكو القريبه من موسكو ثم كي غوفيز دو كونداني لا غير اون اوكران والتي ترفض ادانه الحرب في اوكرانيا كونت اكيير لو بريزيدون روس لور دي سومي دو بريكس. اذا هي كونت ان تحسب المقصود بان تفكر كونت اكوير تفكر في استقبال لو بريزيدون روس الرئيس الروسي لور دي سومي دي بريكس اذن اثناء قمه البريكس. طبعا بريكس نتكلم هنا عن خمسه دول من روسيا وجنوب افريقيا طبعا الصين الى غير ذلك. اذن هناك خمسه دول تجتمع في قمه منذ 2011. إذن طبعا هذه القمة ستكون في أوت نهاية شهر 8 لازلت هناك بضعة أشهر لوصول هذا الموعد كبريتوريا بروج دو موسكو اي كي غوفيز دو كونداني لا غير اون اوكران كونت اكوير لو بريزيدون روس لور دي سومي دو بريكس في أوت تستعد لاستقبال الرئيس الروسي في نهاية شهر أوت طبعا في هذه القمة التي ذكرنا. مي سيلفاني أمتخ لبي أون أفريك دي سود ولكن هو إذا وضع نتكلم هنا عن لغة أمتخ يعني في الوضع ما سيلفاني أمتخ لبي أون أفريك دي سود إذن هو إلى مشى حتى وضع رجليه نتكلم هنا عن الرئيس الروسي إلى مشى حتى وضع رجليه أون أفريك دي سود يعني في إفريقيا الجنوبية لي زوتوريتي أوغي بوغ أوبليغاسيون دو لاغيتي. إذن هنا السلطات نتكلم هنا عن السلطات جنوب افريقيا نتكلم هنا عن سلطات جنوب افريقيا اوغي بو اوبليغاسيون سيكون عندها كواجب او كاجبار دو لاغيتي لايقافه. اذا غيكون من اللازم على السلطات بجنوب افريقيا من اللازم عليها ان توقفه. لماذا؟ لو باي اي سينياتير دو ستاتي دو روم اذا البلد هو موقع سينياتير. لا نتكلم هنا عن سينياتور لا نتكلم عن التوقيع نتكلم هنا عن سينياتير بأنه موقع دي ستاتي دو روم موقع على نظام روما أو موقع على اتفاقية روما. إذن لذلك فهي ملزمة بإيقافه. إذن فهل جنوب إفريقيا ستستطيع إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء هذه الزيارة؟ إذن افيك نوتر كوريسبوندون à Johannesburg, Romain Chanson. Et donc, bien, on a مراسل RFI. Et donc, عندنا هنا مراسل Radio France Internationale. Et donc, عندنا مراسل Radio France الدولي الذي يسمى Romain Chanson الموجود بمدينة جوهانسبورغ. Et donc, نتكلم عن أكبر مدينة بجنوب إفريقيا. Et donc, يوجد بعد المراسل هو الذي سيكتب هذا المقال. Et donc, سيقول ماذا؟ يقول هذا الصحفي إن شوز إسيور هناك شيء مؤكد شيء مؤكد حاجة واحدة مؤكدة شنو هي؟ إلي تان بروبابل كو لافريك دي سود باس لي مونوت أو بريزيدون روس فلاديمير بوتين. إذا علينا أن نعرف هذا بأنه
إلي امبروبابل بأنه من غير المحتمل، من غير المحتمل. نقول عن شيء بأنه بروبابل يعني أنه محتمل، تري بروبابل أنه جد محتمل. إحنا نتكلم عن لا بروبابيليتي، نتكلم عن الاحتمال، نتكلم عن الاحتمال. Il est improbable que l'Afrique du Sud passe les menottes au président russe Vladimir Poutine. إذن هو من غير المحتمل، إذن هو من غير المحتمل بأن جنوب أفريقيا ستمرر كما نقول. المقصود هنا بأن تضع، ستمرر مقصود بأن تضع لي منوت، نتكلم على الأصفاد المينوطات أو بريزيدون روس فلاديمير بوتين، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذن من غير المحتمل بأن جنوب أفريقيا ستضع الأصفاد في يدي الرئيس الروسي. ألوغ بريتوريا شيرش لا باراد أن مان دي كونسلتاسيون بور تخوفي أون سوليسيون فاس أو سومي دي بريكس. في حين أن جنوب أفريقيا أو كما عندنا هنا، في حين أن بريتوريا شيرش لا باراد أن تبحث عن، طبعا لا باراد المقصود بها استعراض عسكري، إذن هي تبحث عن استعراض عسكري لاستقبال الرئيس الروسي. أمان دي كونسلتاسيون، أمان دي كونسلتاسيون، ثم أن تقود مشاورات، أن تقوم بمشاورات، ثم أن تقود مشاورات بور تخوفي أون سوليسيون لإيجاد حل فاس أو سومي دي بريكس في واجهة مؤتمر بريكس. إذن هذا المؤتمر الذي يسمى سومي دي بريكس روغروبون لو برازيل، الذي يجمع البرازيل، روغروبون لو برازيل جامعا كما نقول البرازيل، لا روسي، ثم روسيا، الهند، أيضا يشمل الهند، لا شين، ثم يشمل الصين، إلى أفريق دي سود، ثم يشمل جنوب أفريقيا. La ministère des Affaires étrangères dit attendre un avis juridique actualisé sur la question, qu'elle reconnaît être évidemment un sujet de préoccupation. La ministre des Affaires étrangères dit attendre un avis juridique actualisé sur la question qu'elle a reconnu être évidemment un sujet de préoccupation. Et de la ministre des Affaires étrangères, et de notre collègue وزيرة الشؤون الخارجية طبعا لجنوب أفريقيا. دي أتوند تقول بأن تنتظر أن في جريديك، تتكلم هنا عن رأي قانوني أكتواليزي، يعني أنه مستحدث يحصل في آخر لحظة إن صح التعبير، سور لا كيستيون، يعني حول الموضوع، حول الموضوع أو حول المسألة. إذن هي تبحث عن مخرج، إذن هي تنتظر رأيا قانونيا أكتواليزي أنه مستحدث سور لا كيستيون، حول المسألة. المقصود بأن تبحث عن مخرج قد يأتي في آخر لحظة حول هذه المسألة، كلا روكوني إتر، كلا روكوني إتر، والتي تعترف كونها إيفيدامون بشكل واضح. نقول عن شيء بأنه إيفيدون يعني أنه بديهي، شيء بديهي. إذا إيفيدامون يعني بشكل بديهي، إذا هي تعترف كونه بشكل بديهي أن سوجي دو بريوكيباسيون. إذن تتكلم عن موضوع انشغال، تتكلم عن موضوع انشغال. هي لا تقول بأن هذا الموضوع لا يشغل جنوب إفريقيا، على العكس فهي تقول بأن هذا الموضوع يشغل سياسي جنوب إفريقيا. إذن هنا تعترف، إذن كما عندنا هنا كلا روكوني إتر، إذن هي تعترف كونه إيفيدامون بشكل بديهي أن سوجي دو بريوكيباسيون. إذن هو موضوع دو بريوكيباسيون، موضوع انشغال. احيانا نتكلم على الفيرب سو بريوكيبي، اذا انشغال. سون سوري با لا بروميير فوا كو لافريك دو سود بافو سون اديزيون او ستاتي دو روم. اون 2015 بريتوريا نافي با اريتي لونسي بريزيدون سوداني عمر البشير. لافريك دو سود ا ميم انفيزاجي دو كيتي لا كور بينال انترناسيونال اون 2016. اذا سون سوري با لا بروميير فوا كو لافريك دو سود بافو سون اديزيون او ستاتي دو روم. اذا سون سوري با، اذا هي ربما لن تكون اول مره. سون سوري با لا بروميير فوا، اذا ربما هي لن تكون اول مره كو لافريك دو سود بافو سون اديزيون او ستاتي دو روم، بان جنوب افريقيا بافو، بافو نتكلم هنا على لوفي بافوي كما نقول استهزاء. اذا هي ليست اول مره بان جنوب افريقيا تستهزئ سون اديزيون،
تستهزئ بعضويتها أستاذ دوم. إذا نتكلم عن نظام روما، إذا تستهزئ بعضويتها في نظام روما أو في اتفاقية روما. عند 2015 بريتوريا نافي با أغيطي لونسيا بريزيدون سوداني عمر البشير. إذا بريتوريا في 2015 أنها لم توقف الرئيس السابق السوداني عمر البشير. إذا عمر البشير لافريك دو سود أمام أنفيزاجي دو كيتي لا كور بينال انترناسيونال أون 2016. جنوب إفريقيا أمام أنفيزاجي. أكثر من هذا أنها أظهرت دو كيتي لا كور بينال انترناسيونال. إذا هي أظهرت بأنها تريد ترك المحكمة الجنائية الدولية أون 2016. إذا عندما خلق لهذا المشكل في 2015، إذا هي هددت بسحب عضويتها من هذه المحكمة في 2016. ثم لاليونس ديموكراتيك. لاليونس ديموكراتيك، إذا نتكلم هنا عن التحالف الديمقراطي، برومي بارتي دوبوزيسيون، إذا نتكلم هنا عن أول حزب للمعارضة، إي سوتيا دي بوبل إوكرانيا، ثم الداعم للشعب الأوكراني. نتكلم هنا عن حزب معارضة أنه يسير عكس الذي رأينا. إذا طبعا هذا الحزب يدعم أوكرانيا ولا يقبل بالرئيس الروسي. إذا لاليونس ديموكراتيك برومي بارتي دوبوزيسيون إي سوتيا دي بوبل إوكرانيا، إذا نتكلم هنا عن التحالف الديمقراطي وهو حزب معارض. إذا نتكلم عن أول حزب معارض إي سوتيا، ثم أنه داعم لبابل إوكرانيا، داعم للشعب الأوكراني. أبل لو بريزيدون سيريل رامافوزا، إذا هذا اسمه أسامبلومون أمبيشي لافوني دو فلاديمير بوتين، ينادي على الرئيس يقول له أسامبلومون، ببساطة يطلب منه ببساطة أمبيشي لافوني، إيقاف مجيء أمبيشي يعني أنك تمنع، لو فيرب أمبيشي أنك تمنع. إذن هو يطلب من الرئيس ببساطة simplement empêcher، ببساطة أن يمنع لافوني دو فلاديمير بوتين، مجيء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذن هذا الحزب المعارض أنه يطلب من رئيس جنوب إفريقيا حتى لا يورط نفسه كما نقول، إذن عليه فقط أن يمنع مجيء الرئيس الروسي الأوبوزي. وفي المقابل من هذا، في المقابل من هذا الحزب المعارض، لو بارتي راديكال دي كومباتون بور لا ليبرتي ايكونوميك سو دي بري اكوير بوتين لي برا اوفر. اذا هذا الحزب لو بارتي راديكال دي كومباتون بور لا ليبرتي ايكونوميك، اذا نتكلم هنا عن حزب راديكالي دي كومباتون بور لا ليبرتي ايكونوميك، كما نقول المناضلين او المقاومين، نتكلم على الفيرب كومباتر كما نقول صارع. إذن كما نقول المصارعين أو المناضلين بمعنى آخر دي كومباتو. إذن نتكلم عن الحزب الراديكالي للمناضلين بور لا ليبرتي، من أجل الحرية إيكونوميك الاقتصادية. بور لا ليبرتي إيكونوميك، من أجل الحرية الاقتصادية. سو دي بخي أنه يقول عن نفسه بأنه مستعد، سو دي بخي يقول عن نفسه بأنه مستعد أأكوير بوتي لي برا أوفر، بأنه مستعد لاستقبال أكوير. طبعا لو فيرب أكوير يعني فعل استقبال، أحيانا نتكلم عن لاكوي، لاكوي يعني استقبال. إذا أكوير، إذا هو مستعد لاستقبال بوتين لي برا أوفر، مستعد لاستقبال الرئيس الروسي بوتين لي برا أوفر والذراعين مفتوحين، المقصود سيرحب به بأعلى درجة. إذن يقول هاد الحزب هذا نكونيسون نوزامي، نحن نعرف أصدقاءنا، نكونيسون كيلوزون ليبيغي، نعرف بأنهم حررونا. لاحظونا نكونيسون، نحن نعرف، طبعا هنا عندنا لغة كونيتر، كيلوزون ليبيغي، نقول مثلا كيلوزون ليبيغي، كيلوزون ليبيغي، بأنهم حرروا. حرروا من؟ حررونا نحن. كيل نوزون ليبيري، إذن بأنهم حررونا. أديك لا غيلو ليدر دي بارتي، كما صرح زعيم الحزب جوليوس ماليما، هذا الشخص صرح وقال هذا الكلام، نحن نعرف أصدقائنا ونعرف بأنهم حررونا. لماذا وصف روسيا بأنها حررتهم؟ إذن سنعرف لماذا في هذه الفقرة المتبقية.
Les liens entre l'Afrique du Sud et la Russie remontent à l'époque de l'apartheid. Et d'un rawabet, les liens, نتكلم عن روابط. ليليا احيانا نتكلم عن لوفاب لي، لوفاب لي يعني فعل رباط. ليليا الروابط اونتخ لافريك دي سود اي روسي، بين جنوب افريقيا وبين روسيا، غونت انها تصعد، المقصود بانها تذهب اليبوك دو لابارتايد، انها تذهب الى عصر الابارتايد. نتكلم هنا عن عصر التمييز العنصري بهذه الدولة بين البيض ضد السود. lors de laquelle والتي أثناءها، lors de laquelle والتي أثناءها لو كريملين، إذا نتكلم هنا عن الكرملين، نتكلم عن روسيا طبعا، avait apporté son soutien أنها حملت دعمها au congrès national africain، إذا حملت دعمها للمؤتمر الوطني الإفريقي. إذا نتكلم عن الحزب الحاكم دون لا ليوت كونتر لو ريجيم راسيست، في المقاومة إن صح التعبير، دون لا ليوت يعني في حربه كونتر لو ريجيم راسيست، ضد النظام العنصري، ضد النظام العنصري. إذا طبعا كانت روسيا من الداعمين للسود بمعنى آخر حتى ينتفضوا ضد التمييز العنصري الذي كان يلحق بهم. إذا لانك، إذا نتكلم هنا عن لو كونغري ناسيونال افريكا، نتكلم عن المؤتمر الوطني الافريقي، لو بارتي او بوفوار، اذا نتكلم عن الحزب الموجود في السلطه، ما سو برونس با، اذا هو لم يعبر عن نفسه، اذا هو لم يتكلم، فضل ترك الكره للحكومه، اذا نتكلم عن حزب الحكومه الحاكمه، اذا ما سو برونس با، اذا هو لم يعبر عن نفسه، اي بريفير، ثم انه فضل laisser à son gouvernement، إذا فضل ترك للحكومة le soin de mettre les choses au clair، إذا فضل أن يترك للحكومة le soin، أن يترك لها العناية de mettre les choses au clair، عناية وضع الأشياء في وضوح، بمعنى آخر أنه فضل أن تتحرك الحكومة وتقول ما يبدو لها من صواب، فضل أن يترك للحكومة أن تقول رأيها وأن لا ينافسها في هذا الرأي، لأن الحزب والحكومة كلاهما من نفس التوجه. وكيف ما كان الحال إلى سيغما، إذن هي عندها 5 أشهر pour trouver une solution، لكي تجد حلا. إذن كيف ما كان الحال، فالحكومة عندها 5 أشهر حتى تجد حلا. هل ستوقف زيارة بوتين إلى جنوب إفريقيا أو أنها سترحب به وتضرب بقرارات المحكمة الجنائية الدولية عرض الحائط؟ إذن كما قلنا هنا، لانك لو بارتي بوفوار ما سو برونس با، إي بريفير لاسي أ سون غوفرنومون لو سوا دو ميتر لي شوز أو كلير إلى 5 موا بور تخوفي أون سوليسيون. إذا نستأنف فقرة القادمة إن شاء الله مع موضوعات أخرى، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.